يعطيكم العافية يا تاسع. اليوم بدنا نبلش بالدرس السابع من الوحدة الأولى اللي هو المقادير الكسرية. أول إشي لما نبلش الدرس نبدأ أفهمك شو معنى مقادير كسرية. هسه كلمة كسرية بتدل على إنه عندي بسط كسر خط الكسر ومقام، هذا هو اللي بيعبر عن الكسر بسط ومقام. هسه كلمة مقادير كسرية شو بتدل؟ بتدل على إني عندي البسط هو عبارة عن مقدار جبري، والمقام هو ايضا مقدار جبري. فلما يكون مثل عندي مقدار جبري على مقدار جبري، هذا يمس كامل مع بعضه بسميه مقدار كسري، اللي هي عندي بتكون على صورة الف على باء، اللي هي بسط مقام بسط مقدار جبري ومقام مقدار جبري. حتى الناس احنا فهمنا شو معنى مقدار كسري. طول عمرنا يمس لما ناخذ كسور كنا نكتبه بابسط صورة. هذا المقدار الكسري بما انه كسر معناته انا بقدر اكتبه بابسط صورة. كيف كنا نكتب مثلا 12 على 6؟ كنا نحكي لكم اذا مش عارفين شو الاختصار بيناتهم، كنا نحكي لك حل ال 12. ال 12 عبارة عن 2 ضرب 2 ضرب 3، صح؟ حل ال 6 اللي هي عبارة عن 2 ضرب 3. فأنا لما أجي أكتبهم في أبسط صورة يعني بدي أختصر الاثنين مع الاثنين، فبتصير عندي 2 ضرب 3 على 3 اللي هي تساوي بختصر 3 مع 3 أنا مش منتبه لها، اللي هي 3 مع 3 اللي هي مس تساوي 2، تمام؟ إذا يمس 12 على 6 لما أكتبها أبسط صورة تساوي 2. اليوم يمس المقادير الكسرية راح أتعلم أكتبها بأبسط صورة. كيف بدي أكتبها بأبسط صورة؟ حتى المقدار الكسري كيف بدي أكتب بأبسط صورة؟ أول إشي إذا بتلاحظ أنا يمس حللت البسط والمقام لعوامله، معناته نحلل البسط والمقام إلى عوامله الأولية لآخر نفس، يعني زي ما حكيت لك المضاعف بالعامل لآخر نفس، يعني ضلك حلله لحد ما تصل لعوامل الأولية ما بقدر أنا أحللها. كيف نحللهم؟ أخذنا أول طريقة اللي هي إخراج عامل مشترك، الفرق بين مربعين، العبارة التربيعية. كان عندي حالتين، عندما ألف تساوي واحد وعندما ألف لا تساوي واحد. رابع طريقة اللي هي كانت مجموع مكعبين. خامس طريقة اللي هي كانت الفرق بين مكعبين. بتذكر لو أنا طلعت العامل المشترك كان عبارة عن عدد، هذا العدد إذا مش عدد أولي أنا راح أحلله، تمام؟ هسه ثاني شغلة، بعد ما حللت البسط والمقام إلى عوامل الأولية، ثاني إشي نختصر العوامل المشتركة. هيك بكون أنا كتبتهم في أبسط صورة، تمام؟ هسه إحنا بس أحكي لك ملاحظة عشان ما تخربط فيها. لو كان عندي س ناقص 2 على س، اوعك يا تاسع اختصر س مع س، هذا يمس مقدار لازم عشان اختصره يكون هون عندي س ناقص 2، دير بالك منه. بس لو كانت هون عندي س هي بختصر س مع س، تمام؟ دير بالك اختصر لما يكون عندي جمع او فرق، تمام؟ هذا كامل بيكون عندي مقدار جبري ما بصير اختصره مع س، دير بالك س لا تختصر مع س، س اللي برا حسنت. معناته ثالث تطبيق للتحليل اللي هي اول تطبيق كان العامل المشترك الاصغر، ثاني تطبيق المضاعف المشترك الاصغر، ثالث تطبيق اللي هي تبسيط المقادير الكسريه. يعني هذا ثالث استخدام لتحليل المقادير او العبارات الى عوامله الاوليه. خلينا نشوف كيف. حسنت ممكن يكون عندي مقادير كسريه بعد ما احللها ما يكون في بيناتهم اختصار عادي. هون يا ناس بتكون خلص مكتوبه بأبسط صورة. لو اجينا لتدريب 1 الى 13، تدريب 1 الى 13 صفحة 38 بحكي لك اكتب المقادير الكسرية الآتية بأبسط صورة. أبسط صورة معناته يعني تحلل تختصر، تمام؟ حتى انك بتلاحظ عندي ألف جيم تكعيب ناقص 125 على جيم تربيع ناقص 25. في هون ملاحظة حكي لك إن جيم لا تساوي 5 وجيم لا تساوي 3.
خمسة ليش أنا؟ لأني أنا لو عوضت جيم خمسة بالمقام فبتصير جيم تربية اللي هي 25، خمسة تربية اللي هي 25 ناقص 25 بتصير قيمة المقام صفر. لو جيت عوضت سالب خمسة سالب خمسة تربية اللي هي 25، 25 ناقص 25 بتصير صفر. إحنا بالرياضيات ممنوع المقام يساوي صفر، فهون يا مس زي كأنه قاعد بيستثني لي القيم اللي بتخلي المقام يساوي صفر. ليه؟ لأنه ممنوع بالرياضيات المقام يساوي صفر، هاي يعني تكون رياضيا إشي غير صحيح، تمام؟ عشان هيك هو كتب لي. بس انت يا مس من هون ما بهمك، احنا يا مس بس انا جيت افسر لك شو معناتهم، جيم لا تساوي خمسة وجيم لا تساوي سالب خمسة. بس يا مس اول اشي بما انه كاتب ابسط صورة بنحلل. اذا بتلاحظ يا مس هاي عبارة عن خمسة تكعيب، جيم تكعيب ناقص خمسة تكعيب اللي هي فرق بين مكعبين، تحليلها جيم ناقص خمسة هون جيم تربيع زائد خمسة جيم زائد خمسة وعشرين اللي تحتيها اللي هي الخمسة وعشرين عبارة عن خمسة تربيع. إذا بتلاحظ إذا هي هاي فرق بين مربعين فبصير تحليلها جيم ناقص خمسة وجيم زائد خمسة. دائما يا مس لما أحلل برجع بسأل حالي، أنا حللت لصورة نهائية جيم ناقص خمسة ما بقدر أحللها أكثر من هيك، وكذلك جيم ناقص خمسة وكذلك جيم زائد خمسة. هسا يا مس هذا المقدار أنا حكيت لك عنه إنه لا يحلل أكثر من هيك، ليش؟ لأنه موجود في قانون الفرق بين مكعبين. حكيت لك القوس الكبير اللي موجود في قانون الفرق بين مكعبين او مجموع مكعبين هذا لا يحلل. هسه يا مس باجي بختصر هون، يا مس انا بتعامل جيم ناقص خمسة كتله واحده، يعني ما تيجي تختصر الجيم مع الجيم والخمسه مع الخمسه تمام، انا قاعد بتعامل هذا مقدار كامل هيو بين قوس، تمام. فلما بدي اجي اختصر الجيم ناقص خمسة لازم اختصرها مع جيم ناقص خمسة، فهون بختصر هاي مع هاي. شو بضل عندي؟ جيم تربيع زائد خمسة جيم زائد خمسة وعشرين على جيم زائد خمسة، وهيك يا مس أنا بكون كتبتها بأبسط صورة. إذا التحليل الصحيح هو بوصلني لأبسط صورة بشكل صحيح. نشوف رقم ب أو فرع ب على 2 س تربيع ناقص 15 س زائد 25. هسا يا مس إذا بتلاحظ هاي عندي عبارة تربيعية، التحليل الأولى بكون س سين، عددين بدي أضربهم بعض بيعطوني 25 اللي هي 5 ضرب 5 سالب سالب. ليه سالب سالب؟ لأنه موجب 25 معناته العددين إشارتهم متشابهة. ليش اخترت السالب؟ لأنه الحد الأوسط إشارته سالبة، فسالب ضرب سالب موجب، سالب 5 زائد سالب 5 اللي هي سالب 10. خلصنا من الأولى، خلينا نشوف اثنين. رقم المقام عفوا، المقام يا مس عبارة تربيعية بس المعامل فيها الرئيسي لا يساوي واحد، فباجي بحكي س تربيع ناقص 15 س زائد 2 ضرب 25 اللي هي 50. هسا يا مس باجي بحللها، إيش في عددين بضربهم بعض بيعطوني 50 اللي هي 10 في 5، تمام؟ عددين موجبات، تمام، بس أضربهم بعض بيعطوني موجب 50 اللي هي موجب 10 وموجب 5. بس يا مس إذا بتلاحظ هون عندي عملية الجمع لازم تطلع شو سالبة، معناته هون مش موجب 5 هون سالب 10 عفوا وسالب 5، يعني ممكن يكونوا الاثنين موجبات وممكن يكونوا الاثنين سالبات. ليش؟ لأنه حاصل ضربهم شو يساوي؟ موجب. بس باجي بتأكد من الحد الأوسط، مع إنهم سالب لازم يكونوا الاثنين سالبات، اللي هي سالب 10 ضرب سالب 5 اللي سالب موجب 50، سالب 10 زائد سالب 5 اللي هي سالب 15. هسه يا مس بنقسم على المعامل الرئيسي، لا تنسى، لأن هي بالأصل ما كان معاملها الرئيسي واحد، كان معاملها الرئيسي اثنين. هسه مس بنيجي بنبسطها، س ناقص 5 على 2 س ناقص 5، هاي ما بقدر أختصرها، فضل عندي المقام اثنين فبرفعه، فصار هاي يا مس تحليلها س ناقص 5 على 2 س ناقص 5. برجع بسأل حالي بقدر أحللهم أكثر من هيك؟ س ناقص 5 ما بقدر، س ناقص 5 ما بقدر، س ناقص 5 ما بقدر، و2 س ناقص 5 ما بقدر. هسه إذا بتلاحظ بختصر س ناقص 5 مع س ناقص 5، بضل عندي س ناقص 5 من البسط و2 س ناقص 5 في المقام، وهيك يا مس بكون أنا كتبتها في أبسط صورة. خلينا نشوف فرع جيم. فرع جيم يا مس اللي هي أ تكعيب زائد 8 ب تكعيب على ألف تربيع ناقص ثلاثة ألف باء ناقص عشرة
ب تربيع. هون يا مس اذا بتلاحظ هسه مس المقام رح نتناقش فيه شوي. هون عبارة عن مجموع مكعبين لانها الثمانية عبارة عن اثنين تكعيب، فتحليلها يا مس بكون الف زائد اثنين ب. الف تربيع ناقص اثنين الف في ب زائد اربعة ب تربيع. تمام، خليني احكي لك عن جيم. طبعا جيم جديدة عليكم اللي هي المقام، اللي هي مس ألف تربيع ناقص ثلاثة ألف باء ناقص عشرة باء تربيع. إذا بتلاحظ يا مس هون عندي إشي أنت ما أخذته، يعني أنت أخذت لما تكون عبارة تربيعية لازم تكون هاي ألف تربيع هاي ألف، هون ما في. هون لو كانت باء تربيع هون لازم تكون باء وهون ما في، اللي هي ألف تربيع ناقص ثلاثة ألف باء ناقص عشرة باء تربيع. انتبهوا معي يا تاسع، هون يا مس ما عندي أربع حدود عشان أستخدم التجميع. ذاكرين بصف ثامن لما أخذتوا التحليل بالتجميع كنت أحكي لكم عشان تستخدموا التجميع لازم يكون عندكم أكثر من ثلاثة حدود. تمام، فهون يا مس عندي أنا ثلاث حدود، ثلاث حدود ما بقدر أستخدم التجميع. هون يا مس لو بدك تيجي تخرج عامل مشترك، هون في عندي ألف، هون في عندي ألف، هون ما في عندي ألف، ما بصير إخراج عامل مشترك. هاي يا مس عشان ما تخربط فيها، هاي ليست عبارة تربيعية. إحنا العبارة التربيعية إذا بتلاحظ كانت صورتها على صورة ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم. كنت أحكي لك إذا كان هون المتغير سين هون لازم يكون سين. هون اطلع عندي المتغير ألف، هون صار عندي صح ألف بس في معه باء، هون صار عندي باء تربيع. معناته هاي مس مش عبارة تربيعية، اوعك تخربط، هاي ليست عبارة تربيعية. طيب هاي ليست فرق بين مربعين وليست فرق بين مكعبين. هاي مس هاي الحالة صح هي ذكرت لك قبل، يعني قبل اوانها، يعني انتم بمراحل كبيرة ان شاء الله بالاول علمي راح تتعلموا تدرسوهم بالتفصيل. هون يا مس انا بقدر احكي لك انه هاي لا تحلل، هاي بنخليها على صورة ألف تربيع ناقص ثلاثة ألف باء ناقص عشرة باء تربيع. هي مس صورة جديدة عليك خلص لا تحللها، هي مس انذكرت بموقع لسه بدري عليك، بس احنا انا حبيت اناقشك فيها عشان ما تخربط بينها وبين العبارة التربيعية او مثلا تفكر باخراج عامل مشترك. تمام، معناته هون يا مس اذا بتلاحظ انا عندي المقام ما تحلل عادي، ممكن في عبارات كثيرة المقام يكون كاتب لي اياه بابسط صورة، يعني كاتبه الى آخر صورة من العوامل الأولية، يعني أنا ما بحلله بكون خلص محلل لي إياه وجاهز، فأنا ما بضطر أحلله. هون يا مس بعتبر إنه خلص محلل لي إياها. تمام، هسه يا مس إذا بتلاحظ ما في عندي هون إشي مشترك. هون يا مس عندي عشرة باء تربيع، هون عندي أربعة، هون عندي ناقص، فاهم؟ يعني هون يا مس عندي سالب ثلاث، هون عندي سالب اثنين، هون عندي ناقص عشرة، هون عندي أربعة. تمام، معناته يا مس هذا القوس مع هذا القوس ما بيشبهوا بعض، صح؟ هون يا مس ألف تربيع، هون ألف تربيع، صحيح. هون ناقص اثنين ألف باء، هون ناقص ثلاثة ألف باء. هون يا مس موجب أربعة، هون ناقص عشرة. معناته يا مس هو حط لك إياها عشان تخربط بين هذا المقدار وهذا المقدار، صح بيشبهوا بعض بس المعاملات ما بتشبه بعض. تمام، معناته هيك يا مس انا بكون كتبتها بابسط صوره. تمام، وهيك ما فيها اختصار، فانا بكون كتبتها بابسط صوره، بس يا مس حبيت اناقشك بهاي بالتفصيل عشان انت ما تخربط بين هذا القوس وهذا القوس. تمام، هذا يا مس القوس معاملاته بتختلف عن هذا القوس. تمام، هسه يا مس خلصنا تدريب 1 الى 13، حللنا جميع المقادير الكسريه اللي هي البسط والمقام، وبعديها اختصرت، فانا بكون كتبتهم بابسط صوره. خلينا نشوف يا مس تدريب 1 الى 14. طلع هذا التدريب شو بحكي لك؟ بحكي لك يا مس ملعب كره قدم مستطيل الشكل هذا مساحته تساوي 6 ص تربيع زائد 5 ص ناقص 6. هذا ملعب الكرة اللي هو المستطيل، مستطيل مساحته 6 ص تربيع زائد 5 ص ناقص 6 متر مربع. طوله يساوي 2 ص زائد 3. شو طالب مني؟ طالب مني عرضه. دائما يا مس لما تبلش من حل السؤال اول اشي يا مس بلش بالقانون. تمام، هذا تدريب 1 الى 14 صفحة 38، بلش بالقانون. هذا القانون ايش؟ مساحة المستطيل.
ليه؟ لأنه الملعب على شكل مستطيل. مساحة المستطيل شو تساوي؟ الطول ضرب العرض. طبعا هسا عوض محل كل إشي قيمته. هسا مساحة المستطيل كم معطيني إياها؟ 6 ص تربيع زائد 5 ص ناقص 6، تمام؟ هسا الطول معطيني إياه 2 ص زائد 3. دائما يمس المقدار أو العبارة لما يكون معطيك إياهم أنا بفضل إنك تكتبهم جوا أقواس، تمام؟ ضرب العرض هو اللي سألني عنه. هسا يمس إحنا دائما تعودنا لما يكون عندي العرض هي المجهول، صح؟ يعني زي كأنها هي رمزها عين. لو كانت عندي يمس 2 عين تساوي 6، أنا بدي عين، كنت أقسم على 2 أقسم على 2، صح؟ عين تساوي 3 تطلع معي. هون يمس معطيني معامل العرض، يعني زي كأنه أنا هاي بدي أتخلص منها، صح؟ بدي أنقلها على الطرف الثاني، بس أنا يمس عندي العملية شو؟ ضرب. معناته عشان أنقلها للطرف الثاني ما بنقلها بالجمع أو الطرح اللي هي المعكوس، بنقلها عن طريق القسمة. إيش عكس الضرب؟ القسمة. فباجي بقسم على 2 ص زائد 3 على 2 ص زائد 3، بدي أتخلص منها أنقلها للطرف الثاني، بما إنها العملية ضرب بين بدي العرض لحال وباقي المعطيات على الطرف الآخر، بس يمس بين الاثنين ص زائد 3 والعرض اللي هو المجهول عملية ضرب. دائما لما بدي أتخلص من مقدار أو معامل أنقله على الطرف الثاني وبناتهم ضرب، بنقله يمس باستخدام القسمة، تمام؟ فهاي يمس بتروح مع هاي، 2 ص زائد 3 على 2 على 2 ص زائد 3 تساوي 1، اللي هي 1 ضرب العرض اللي هي العرض. هون يا مس إذا بتلاحظ أنا عندي مقدار كسري بسط ومقام، تمام؟ هسا يا مس باجي بحللهم. إذا بتلاحظ يا مس المقام عندي محلل وخالص، 2 ص زائد 3 خطي وما في عندي عامل مشترك أطلعه برا، إذا بتضلها عندي 2 ص زائد 3. بضل عندي أحلل البسط، خليني أحللك البسط على جنب اللي هي 6 ص تربيع زائد 5 ص ناقص 6، بتصير عندي ص تربيع زائد 5 ص ناقص 36، نقلت الستة عند الناقص 6 عن طريق الضرب. هسا مس باجي بحللها، باجي بوزع الصاد، ايش في عددين بضربهم بعض بيعطوني 36 وبس اجمعهم بيعطوني 5، اللي هم يا مس لو اجينا جربنا 6 و6، 6 ضرب 6 36، لما اجي أجمعهم ما بيعطوني 5. طيب خلينا نجرب 9 و4، 9 ضرب 4 اللي هي مس 36، إشاراتهم مختلفة فحيكون واحد موجب واحد سالب، تمام؟ بس يمس مين الموجب؟ العدد الأكبر، تمام؟ خلينا نتأكد، 9 موجب 9 بسالب 4 اللي هي سالب 36، لما أجي أجمعهم يمس بتصير عندي 9 ناقص 4 اللي هي 5، تمام؟ هسا يمس بقسم على المعامل الرئيسي ما أنسى، هسا يمس بحاول أبسطه، ص زائد على 3 3 على 3 2، ص ناقص على 2 2 على 2 3، هسا يمس بتصير عندي 2 ص، بنقل 2 عند الصاد زائد 3 3 صاد ناقص 2. إذا بتلاحظ عندي هون 2 صاد زائد 3 وعندي 3 صاد ناقص 2. هسا مس باجي بختصر، 2 صاد زائد 2 صاد بروحوا مع بعض، شو ضل عندي؟ ضل عندي 3 صاد ناقص 2 اللي هي العرض. طبعا يا مس بما إنها العرض معطيني هون يا مس القانون متر مربع اللي هي المساحة متر مربع، معناته العرض رح يكون يمس متر، تمام؟ هيك يمس بنكون حلينا تدريب 1 إلى 14 صفحة 38. خلينا يمس نشوف سؤال 2 صفحة 39، بحكي لك ناتج ضرب مقدارين جبريين، لما أضرب مقدارين جبريين هيو معطيني الناتج، إذا كان أحداهما س ناقص 7 فما المقدار الآخر؟ هسا المقدار الأول ضرب المقدار الثاني راح كم يساوي؟ س تربيع ناقص 5 س ناقص 14، هذول مقدارين بس أضربهم بعض رح يعطيني س تربيع ناقص 5 س ناقص 14،
حكي لي هذول المقدارين اللي انا ضربتهم ببعض احداهما يعني سواء الاول او الثاني، انت بتعرف اني عملت الضرب تبديليه اللي هي س ناقص 7 ضرب المقدار الثاني تساوي س تربيع ناقص 5 س ناقص 14. هسه يا مس انا بدي المقدار الثاني لحاله، ما بدي معه س ناقص 7، بدي اتخلص منها. بس انا يمس هون عندي العمليه ضرب، عشان اتخلص من س ناقص 7 وفي عندي عمليه ضرب بقسم عليها. إذا بتلاحظ هون راحوا مع بعض، شو ضل عندي؟ المقدار الثاني يساوي س تربيع ناقص 5 س ناقص 14 على س ناقص 7. هسا يا مس أنا بدي هون يا مس، بس بدي أحكي لك ملاحظة، المقدار الكسري بالضبط زي كأنه قسمة طويلة، هاي المقسوم وهاي المقسوم عليه، البسط هو المقسوم والمقام هو المقسوم عليه، يعني مش زي كأني اجيت قسمت هذا الناتج هذا البسط على السين ناقص 7. بالسنوات الجاية رح يمس تتعلم كيف تقسم مقادير جبرية على بعض، انت تعلمت الجمع والطرح والضرب، رح تتعلم القسمة لما بدي اقسم كثير حدود على كثير حدود رح تتعلم، بس في السنوات الجاية رح تحلها بطريقة ثانية. هسا مس اذا بتلاحظ انا بدي عندي مقدار كسري على مقدار كسري، فانا بدي احللهم عشان اختصر، تمام؟ هسا مس اذا بتلاحظ عندي هاي تحليلها بكون سين، سين هي عبارة تربيعية مرتبة، خليني أكتب سين ناقص 7 ما أنساها. هون يا مس إيش في عددين بضربهم ببعض بيعطوني 14 اللي هي 2 و7. هسا يا مس بما إنهم الإشارة الضرب سالبة معناته الاثنين مختلفات. هسا يا مس ليش اخترت السالب عندي 7 والموجب عندي 2؟ لإنها الحد الأوسط سالب، معناته الحد الأكبر العدد الأكبر رح يأخذ الإشارة إشارة الحد الأوسط. يعني عشان تتأكد 2 ضرب سالب 7 سالب 14، 2 زائد سالب 7 اللي هي سالب 5، تمام؟ هسا يا مس إذا بتلاحظ أنا عندي س ناقص 7 وس ناقص 7 موجودة بالبسط والمقام، بختصرهم مع بعض. إذا يا مس المقدار الثاني يساوي س زائد 2. طب يا مس بتعرف لو تيجي تتعوض محل المقدار الأول س ناقص 7 ومحل المقدار الثاني الس زائد 7 لما أجي أضربهم بعض رح يعطيني هذا المقدار؟ خلينا نجرب. مش إحنا حكينا المقدار الأول كم طلع معي؟ المقدار الأول كان معطيني إياه س ناقص 7 ضرب المقدار الثاني الس زائد 2. نشوف رح يطلع معي الناتج س تربيع ناقص 5 س ناقص 14. إحنا مس تعلمنا كيف نضرب مقدار جبري بمقدار، إنه حكينا بنوزع. اللي هي مس سين ضرب سين، سين تربيع، سين ضرب 2 اللي هي موجب 2 سين. ليش موجب؟ لأنها موجب في موجب موجب، تمام؟ هسا مس بنروح للسالب 7، سالب ضرب موجب سالب، 7 ضرب سين 7 سين، سالب ضرب موجب سالب، 7 ضرب 2 14. خلينا نبسطها، اللي هي سين تربيع 2 سين ناقص ناقص 7 سين اللي هي ناقص 5 سين ناقص 14. شايف المقدارين لما ضربتهم بعض أعطوني س تربيع ناقص 5 س ناقص 14. إذا هيك أنت بتكون إنه تأكدت إنه حلك صحيح. معناته يا مس هيك بنكون خلصنا السؤال الثاني صفحة 39 وخلصنا شرح المقدار الكسري. المقدار الكسري بكون طالب مني أكتبه بأبسط صورة، بحلل البسط والمقام إلى آخر نفس وبعدها بختصر. تاسع ممكن يكون البسط يعني محلل لي اياه بصورة نهائية، يعني ما احتاج احلله، ممكن المقام كذلك، يعني مش شرط اني احلل البسط واحلل المقام، ممكن يكون معطيني اياه محلل بس طالب مني اكتب بابسط صورة، تمام يا مس؟ وهيك بنكون خلصنا المقادير الكسرية، ويعطيكم العافية.